صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 80 لسنة 2019 بإعادة تنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب وجاء في المادة الأولى. يعاد تنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب وذلك على النحو الآتي: مجلس الإدارة ويتبعه الرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة وتتبعه أولاً إدارة الموارد البشرية والمالية. ثانياً مدير عام الاطار الوطني للمؤهلات والامتحانات الوطنية بدرجه وكيل مساعد وتتبعه اداره عمليات الاطار الوطني واداره الامتحانات الوطنيه ثالثا مدير عام مراجعه اداء المؤسسات التعليميه والتدريبيه بدرجه وكيل مساعد وتتبعه اداره مراجع اداره مراجعه اداء المدارس الحكوميه اداره مراجعه اداء المدارس الخاصه ورياض الاطفال اداره مراجعه اداء مؤسسات التعليم العالي إدارة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، وجاء في المادة الثانية يلغى المرسوم رقم 24 لسنة 2013 بتنظيم هيئة جودة التعليم والتدريب